أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم ونتناول أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية التي تطرقت إلى مستجدات الشأن اليمني فأهلا بكم نيوز يمن طالعتنا بالعناوين التالية مختطفات في صنعاء تعرضنا لتعذيب وحشي على أيدي ميليشيا الزينبيات الحوثيون يحشدون لمواجهة شاملة في مدينة الحديدة وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية تحذير الحوثيون يجندون فتيات في منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بالناشطين أو الإعلاميين المناوئين ريمة ميليشيا الحوثي تحرق سيارة رئيس فرع المؤتمر الشعبي بكسمة العميد صادق دويد الجنرال باتريك كاميرت يواجه مهمة صعبة جدا في تنفيذ اتفاق الحديدة أعداء البيئة الحوثيون يقطعون أشجار كلية الأدب بصنعاء ويبيعونها حطبا بعد أن زاد الطلب عليها وكانت الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية تصريح لناطق المقاومة الوطنية بشأن مسار تنفيذ اتفاق الحديدة الميليشيات الحوثية تنهب محالا تجارية في الحديدة إصابة أربعة أطفال بقذائف ميليشيا الحوثية في الحديدة عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية الحوثي يثقل سجله الإجرامي بقصف مخيم النازحين محلل عسكري الحوثيون يستغلون الهدنة تحضيرا لحرب قادمة مجلس الامن يصوت اليوم حول بعثه مراقبه في اليمن اليماني اتفاق السويد غير قابل لاعاده التفاوض ندم حوثي على قبولهم اتفاق السويد ويصفوه بالدخول في نفق مظلم الشرق الاوسط اوردت العناوين التاليه الحوثيون دخلنا في نفق مظلم بعد ستوكهولم ممثلهم يواصلون تعطيل عمل اللجنه المشتركه لاعاده الانتشار في الحديده. الحوثيون نادمون على قبول ستوكهولم ويشكون من نفق مظلم. اليمن يعرض ادله على تورط الحوثيون في عمليات ارهابيه بالمحافظات المحرره. الاردن يوافق على استضافه لقاءات يمنيين لجنه الاسرى. هزائم جديده لميليشيات الانقلاب في معقلها بصعده. البيان الإماراتية طالعتنا بالعناوين التالية التحالف العربية ملحمة إنقاذ اليمن من مخالب إيران الجيش اليمني يوقع على خريطة طريق لمنع تجنيد الأطفال سوف نتحدث في هذه الحلقة حول مجلس الأمن الذي يعقد جلسته اليوم لإرسال مراقبين أو بعثة أممية جديدة إلى اليمن طبعا معي في الاستديو الدكتور جمال الحميري عضو اللجنة الدائمة وكذلك معي عبر الهاتف المحلل السياسي ثابت الأحمدي قبل أن نناقش الموضوع نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أهلا بكم مجددا البداية معك دكتور جمال الان مجلس الامن الدولي يعقد جلسه لارسال مراقبين جدد او بعثه امميه الى اليمن ما الجديد؟ ما الجديد الذي سوف تقدمه هذه البعثه الامميه القادمه الى اليمن وماذا ايضا قدمت الاولى؟ هنا المشكله اختي الكريمه طالما ولم يصدر بيان من باتريك او من اللجنه الاعلاميه التابعه للامم المتحده او من نعم. مارتن غريفت بخصوص من المعرقل في اللجنه الماضيه التي فاتت انا اعتقد هذا هو مضيعه للوقت وكسب الوقت لصالح الحوثيين لا اقل ولا اكثر هؤلاء هم قرامطه العصر نحن نعلم جميعا بان ميليشيات الحوثيين هم قرامطه العصر ليس لديهم لا دين ولا ذمه ناقضين كل العهود والمواثيق أهلا للغدر والخيانة فتجربة المقرب مرتين أو ثلاث مرات كافية أنا أعتقد الآن لماذا هذا ولماذا تشكيل لجنة ثانية لإرضاء الحوثيين بال... ماذا... ماذا سوات اللجنة الأولى في مهامها ولماذا لم تصدر بيان تذكر فيه لتوضح للعالم أجمع من السبب ومن عرقل الاتفاقيه الاولى بتسليم ميناء الحديده بعد المسرحيه الهزليه التي حدثت فالحوثيين هم يراهنون كثيرا على الوقت ويتمترسون ويحفرون خنادق ويرتبون صفوفهم لا اقل ولا اكثر ونحن نعلم بان الجانب البريطاني واضح للعيان ماذا يصنع يعني منزاح تماما لميليشيات الحوثي ونعرف انه كان النصر قريب للقوات المشتركه في في للسيطره على الميناء وتحرير الميناء من تلك الميليشيات ولكن جاء مارتن غريفيت لانقاذهم نعم. آه نحن نعلم بانه الان الخيار خيار الحسم العسكري صار مطلب وطني وشعبي لليمنيين ولتحريره وقد عرف وانكشف الغطاء اليس آه دليل ما حدث هذا وما يحدث من مماطله ومن ضياع للوقت من قبل تلك الميليشيات فاين الردع واين اتخاذ الامور الحازمه اتجاه ذلك لذلك لا. نرى بان ما يحدث الآن ما هو إلا مضيعة للوقت واستراحة محارب الميشة وهي المستفيدة من ضياع الوقت ويريدون إعادة لجنة وتشكيل لجنة أخرى لتعمل كما عملت اللجنة السابقة ولفترة معينة وهذا ما يمر كله لصالح الحوثيين ولكن أين موقف الشرعية حكومة الشرعية من ذلك نحن نعلم أنه في الفترة الماضية في شهر تسعة ب 2017 عندما رفض الحوثيين لجلسة المفاوضات في والمحادثات في السويد نعم. وماذا صار يعني بعدها؟ هل اتخذ قرار نحو ذلك؟ لذلك احنا نرى بأن الشرعيه ان تكون لديها موقف حازم في الاتجاه هذا الجانب الحكومي دكتور جمال تحدث على لسان اليماني انه اتفاقيات السويد غير قابله للتمديد او للتفاوض، برأيك كيف تجد هذه الكلمه ولماذا تحدث عنها الان؟ إذا كان يريد يقول ذلك فالمفروض أنه ماذا حدث في الاتفاقية السابقة وماذا حدث في المفاوضة السابقة ومن قبل ماتريك ما هو الذي حدث من تسليم الميناء لا. ومن المعرقل كان المفروض هنا أن يدرك أن تدرك وفد الشرعية ويدرك الشرعية المماطلة اللي يلعبها الحوثي ونحن نعلم نعلم جميعا بأن ميليشيات الحوثي من عام 2014 الشعب اليمني كله يدرك ذلك إن تماطل وكل والاتفاقيات التي وضعتها والمحادثات هي التي لو, لو نجي ننظر حتى لدخولها لعمران او العاصمه صنعاء، كلها كانت تمر عبر اتفاقيات والسلم والشراكه وهي ناقضه للعهود والمواثيق واي اتفاقيات، فلذلك لا عاد يقرب المقرب مرتين، نحن نقول بان الشرعيه هي تدرك ذلك تماما وتدرك مطرة الحشي ولكن اذا كان هناك يتلاعبون في الفاتوره الانسانيه الحوثيين لدى العالم والمجتمع الدولي فأعتقد أنه قد انكشف القناع الآن عن هذه الميليشيات وعرفوا أنها مماطلة وليس دورها أو تريد السلام أو الخضوع للسلام نعم أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف المحلل السياسي جمال الأحمدي آه، ثابت الأحمد عفوا آه، ثابت بالنسبة الآن لعقد مجلس الأمن جلسة لإرسال آه، مراقبين إلى اليمن آه، ما الجدوى منها رغم أن المراقبين أو اللجنة السابقة آه، لم تعمل شيء يا عزيزتي سئم اليمنيون كل النخب العربية ما يسمى بمجلس الأمن والأمم المتحدة والبعثة الدولية والمفاوضات والحوارات وخاصة مع هذه الجماعة أولا مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة لا لا تم في سياق معين يحدد مصالح الدول الكبرى لا أكثر من مصالح الشعوب مهددات شعوب العالم الثالث مرمية على طريق الطريق لا تهتم بهذه المنظمات وبالتالي فقد الناس وفقدت الشعوب ثقتها بهذه المنظمات منذ فترة طويلة فيما يتعلق لدينا مشكله نحن اخرى فيما يتعلق بالحوثيين، الحوثيين الحوثيون لا يؤمنون بالمفاوضات ولا بحوارات وبالتالي بين الحوار معهم او التفاهم او الجلوس على مائده واحده هو نوع من العبث ومن تضييع الوقت لا داعي له اساسا، قلنا هذا الكلام قبل اربع سنوات وقبل ثلاث سنوات وقبل سنتين وقبل سنه ونقوله الان لا فائده ولا جدوى من التحاور والتفاوض مع جماعه مسلحه مليشيا لا تؤمن بالحوار ولا تقبل الاخر مشاركا او متشاركا الا ان يكون تابعا وبالتالي فلا ادري لماذا لا نتعلم ولماذا لا نستفيد من الدروس لدينا معهم عشرات الاتفاقيات منذ 2004 والى اليوم لم تنفذ اتفاقيه واحده على الاطلاق رغم ان اغلب الاتفاقيات كانت في صالحهم فهم يريدون الجمل بما حمل والا فلا هذا ديدنهم وهذه طبيعتهم لا يؤمنون بمشارك او متشارك او محاور او مواطن او بشيء من هذا القبيل جماعه اعتدت على النهج والثلج وعلى التحكم والحكم وما يجري اليوم داخل ارض الوطن خير شاهدين على ذلك. نعم العميد صادق دويد تحدث طبعا كناطق باسم المقاومه الوطنيه بأن كاميرت يواجه صعوبة في تنفيذ اتفاق السويد برأيك ما مدلول كلمتي في هذا الوقت بالذات؟ هذا شأنهم إن كان كاميرت أو غيره يريد أن يتفاوض مع الحوثيين أو يأخذ سياسة مثل الصويد هذا شأنه أما نحن فقد جربنا جربنا هذه الجماعة من طويل بالتالي لا نؤمن إطلاقا بالحوار معهم صحيح أن الشرعية تمضي إلى يعني آه يعني في طريق الحوار الى اخر نفس لكن بالنهايه ستدفع الثمن كما آه دفعنا الثمن من سابق آه كامل لعله يبدو بدلوه لعله آه يدرب المدرب هذا شانه لكن لن سيصل بالنهايه الى طريق المسدود مع هذه الجماعه او الى تنفيذ اجندتهم متفقون عليها سلفا الحوثيين مع الامم المتحده نعم آه ثابت هنا العميد صادق دويد يلمح بأن مهمة كاميرت أصبحت صعبة جدا ولا يستطيع تنفيذ اتفاق السويد برأيك هل هنا تلميح أو نقول أنه أصبح الحل العسكري الحسم العسكري هو السبيل الوحيد؟ ما مثلا نحن جربنا من جمال بن عمر ووالد الشيخ ودريفيت ثم في كاميرت هذا وان كان في سياق اخر كلهم فشلوا سيفشل سيفش الكاميرا وسيفش واتوقع ياتي مبعوث اخر وكاميرا اخر وغيرهم والوضع والوضع والحال والحال ذلك نحن واقولها الان يعني كمواطن اقولها كمواطن يمني ليس لنا مع هذه الجماعه الموجهه المواجهه المقاومه المسلحه فقط مع ذلك وهم ولم نجع لانفسنا الوهم نعم اعود الى ضيفي في الاستديو دكتور جمال الحوثيون آه نادمون ليس فقط بينهم وبين انفسهم وانما عبروا ايضا عن ذلك امام الجميع بانهم دخلوا نفق مظلم بتوقيعهم اتفاق استوكهولم. كيف تفسر ذلك؟ هو نوع من التبريرات التي يرتكبوها الان سواء كانت هم كما قلنا سابقا يستفيدوا من عامل الوقت ونحن نعلم جميعا بانه في الوقت هذا والحوار الذي حصل مع باتريك في الحديدة هم استفادوا من حفر قنادق وتعبية جيش وترتيب صفوفهم لا أقل ولا أكثر هذا ما يراهن على الحوثيين دائما في كل اتفاقياتهم ومعاهدتهم كاستراحة محارب طبعا لا يمكن أنهم يخضعوا للسلام على الإطلاق على الإطلاق الحوثيين لا يمكن يريدون أخذ الطامة كاملا والشعب اليمني يدرك تماما الآن الشعب اليمني هو من يدفع الفاتورة الناتجة من ظلم واضطهاد ميليشيات الحوثي في كل المحافظات المسيطرة عليها أختي الكريمة هذه الميليشيات يعني الشعب انكشفت لدى الشعب اليمني وافتضحت تماما امام حتى المجتمع الدولي ولكن نحن كيمنيين المفروض لا نراهن على المجتمع الدولي او على مجلس الامن مجلس الامن ماذا صنع في القضيه الفلسطينيه مجلس الامن ماذا صنع في بالنسبه للقضيه العراقيه مجلس الامن هو تحت هيمنه وسيطره دول عظمى تحقق مجلس الامن صار يحقق لهذه الدول مصالحها فقط لا غير في دول العالم الثالث، فلازم ان نصحى من ذلك ونفوق من ذلك، والخيار العسكري مع هذه الميليشيات هو الحل الوحيد لـ لـ لتحرير اليمن من قبضه الميليشيات لا اقل ولا اكثر غير نعم. ذلك. الآن الميليشيات تصف بأنها دخلت نفق مظلم، كما تقوم أيضا بالتحشيد لمعركة قادمة وكبيرة في الحديدة وفي غيرها من المناطق، لجنة باتريك شبه مجمدة لا تعمل شيئا، جريفيث لا زال يقدم تبريرات، برأيك إلى أين يسير الاتفاق؟ الاتفاق قلنا سابقا ان هناك دول تس دول من الدول العظمى عن طريق مجلس عن طريق الامم المتحده تريد تطويل الفتره لتحقيق مصالح معينه سواء كانت مكاسب سياسيه او ماليه او غيرها والجميع يدرك ذلك تماما فلذلك الحوثيين هم يعيدوا ترتيب صفوفهم وسواء كانت ميدانيه او سياسيه او ناهيك عن طريقه الطريقه الممنهجه للمؤسسات الدوله سواء كانت التعليميه او الاقتصاديه في جميع مؤسسات الدوله، هذا كل الوقت يمر لصالح الحوثيين. في خاصة في المناطق التي يسيطر عليها، لكن من يدفع الفاتورة الان هو يدفع الفاتورة الشعب اليمني الناتج عن ظلم واضطهاد تلك الميليشيات. لا خيار، لا خيار كلها المحادثات ستؤول إلى الزوال، لا خيار غير خيار المعركة الميدانية، الخيار العسكري مع هذه الميليشيات التي ستحقق النصر، وكان النصر قريب. جدا ونحن نعلم كيف انقذ ميناء الحديده وانقذ ميليشيات الحوثي مارتن غريفت في الفتره الاخيره وجاء وصوغ للمحادثات وهم وافقوا رغم رفضهم في شهر سبتمبر بالعام 2018 رفضهم للحوار واتى هذا الحوار رغم انه كان الحوار وتسليمهم ميناء الحديده هو كان لصالح الحوثيين، يعني حقيقه لصالحهم فعلا انهم يخرجون بماء الوجه، ولكن امام القوات المشتركه، لكن القوات المشتركه مستعده ومرتبه صفوفها وكانت قادره على تحرير الميناء وكانت قريبه جدا لا تبعد عن الميناء بمسافه كيلو، لكن الان التضحيات ستكون اكثر الناتجه عن ترتيب ميليشيات الحوثي لحفرهم خنادق وتكثيف الغام وترتيب صفوفهم العسكرية وتزويد مناطق معينة بالقوات والجيش نعم ما هو توقعك لجلسة مجلس الأمن اليوم؟ لم يصل لشيء مجلس الأمن هو حتى وإن غير اللجنة بلغنا باتريك ما هو كان قادر ما هي الصعوبات اللي واجهتها باتريك واجه الصعوبات ميليشيا الحوثي انها ترفض تسليم ميناء الحديده اين البيان الذي المفروض انه كان يصدر عن باتريك وان هذه الميليشيات آه لم تخضع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد آه لماذا؟ فاللجنة ال ال التي ستأتي هي ست ستوصل إلى نفس ال آه ال 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 الجدار الذي يطالب فيه الحوثيين أو توقف ضد الحوثيين آه نعم. مضيعة للوقت ونحن نقول بأن الوقت ليس إلا لصالح الحوثيين كسب وقت لأقل وأكثر ترتيب صفوفهم في كل المناطق ونشر آه خاصة في المناطق أو في الأرياف اليمنية ل. بعض مؤسسات الدولة نعم ذهب الى ضيفي عبر الهاتف أه ثابت الاحمدي أه ثابت ما هو المتوقع لجلسه مجلس الامن وما الذي ستضيفه يبدو ان الاتصال انقطع الان دكتور جمال جلسه مجلس الامن لن تضيف جديدا برايك بعد الفشل هذا المتكرر للمجلس الامن الدولي وكذلك للامم المتحده باكثر من مره لا جديد في اتفاقيات السويد لا بديل للتفاوض ما هو اذا الحلول الاخرى؟ لا لن تاتي بجديد حقيقه لن ياتي بجديد ولكن الحلول نقول بان على حكومه الشرعيه ان تدرك ذلك وان ترفض اي حوار او اي جلسه على مائده الحوار مع هذه الميليشيات نظرا لما آه لم تنفذه في الفترات السابقه او في الاتفاقيات السابقه، فهنا ضروري ان يكون موقف شديد لحكومه الشرعيه قبل ان تنعكس الطاوله على راسها، لانه هذا يعتبر آه اذا وقفت او إن استمرت في المفاوضات آه حكومه الشرعيه فاعتقد آه ان هي من تخادع الشعب اليمني، لذلك انا اعتقد لا يمكن ان تصل الى هذا آه القدر من المسؤوليه وتحملها مسؤوليه ذلك، اما القوات المشتركه والقوات اليمنيه هي جاهزه في 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 الساحل الغربي وقادره على تحرير ميناء الحديده ومنتظره فقط صفاره الانذار او وقت الصفر، لكن لا ننتظر لذلك احنا نحمل المسؤوليه الكامله عن التهاون والسكوت حكومه الشرعيه. نعم. برأيك ما الذي سوف تستفيده الميليشيات من تعطيل اجتماع اللجنه المشتركه لأكثر من مره في الحديده؟ معروف ما انا اوضحتها سابقا وقلت في أنه في ترتيب صفوفها وحفر خنادق واستراحه محارب. هي هذا هذا الأمر. بالنسبه لتحشيدها لتجميعها لكن على مستوى مجلس الامن الدولي. طبعا مجلس الامن الدولي فقد انكشف الغطاء المفروض ان هذه الميليشيات انه مجلس الامن وواضح للعيان بانها تخادع آه مجلس الأمن لتخادع الشعب اليمني تستخف حقيقة بالشعب اليمني وبالحكومة الشرعية وبمجلس الأمن وبالأمم المتحدة آه بعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه فماذا يعني ذلك يعني نعم. بالنسبة للمجلس الأمن ومراقبته أيضا لما يحدث عن قرب وهو الآن كلجنة باتر المفروض أنها تكون على أرض الواقع ومتابعة لم نلاحظ أنه قام برفع تقارير كما ينبغي للأمم المتحدة لم يقدم أيضا ما قامت به الميليشيات بشكل واضح وكان هناك صمت على ما يحدث برايك الى متى سوف يستمر الوضع ان بقت اللجنه بهذا الصمت وكذلك تستمر الميليشيات في عملياتها وانتهاكاتها. طبعا الميليشيات الحوثيه هي مستمره في الانتهاكات ونحن نعلم في الفتره الماضيه الاخيره هذه عندما جاء باتريك الى الحديده الخروقات التي قامت بها ميليشيات الحوثي داخل الحديده وبضرب الطيران المسير سواء كان على القوات المشتركه او على المجتمعين او سواء الذي كان في العنان، هذه كلها نعتبرها اختراقات، ولكن هنا العتب يكون يعني واللوم على لما نراهن على مجلس الامن او على الامم المتحده، ما هو لم تصدر حتى الان قلنا بيان شديد اللهجه يجرم او يذكر فيه من سبب العرقلة في في المحادثات أو في تسليم ميناء الحديدة وعدم خروج هذه الميليشيات هذا كل عندما نقول بأن هناك المجتمع الدولي وخاصة الدول المهيمنة العظمى هي من تسعى لتطويل الحرب ل قد يكون لفاتورة مادية قد يكون لفاتورة أيضا بيع سلاح وغيرها لمواقف سياسية معينة بين الدول العظمى آه الواضح حتى الـ من الـ من دولة بريطانيا آه تريد إعادة التاريخ تريد إعادة الماضي وواضح ما تلعبه الآن الدور البريطاني واضح وقليل لكل المشاهد وللشعب اليمني وللشرعية آه تراهن إعادة التاريخ وإعادة الماضي وهي تراهن على الشريط الساحلي أيضا في الساحل فلذلك نقول إن الخيار هنا لازم أن يكون خيار يمني خيار خيار وهو الخيار الوحيد انه الحل العسكري مع هذه الميليشيات ولا بد ان تكون حكومه ان يكون هناك موقف واضح وجلي لحكومه الشرعيه وان توقف بجانب الشعب اليمني آه هذا هو المطلوب على مجلس الأمن أيضا والأمم المتحدة أن يكون وقوفها مع معاناة الشعب اليمني الذي يعاني كل يوم تزداد المعاناة بظل هذه الميليشيات نعم برأيك أنت لمحت أكثر من مرة أن الجانب الحكومي هنا لم يقوم بدوره لماذا تتعامل الحكومة مع هذا الملف نقول أهم ملف حصل لليمن بهذا الاستحياء والله أنا أقول هناك حقيقة الأمر نكون صادقين وواضحين هناك كان في الجانب الحكومي من يرى نعم. بأن تحرير الحديدة ستحسب لجهة معينة أو لشخص معين لا يريد لا تريده هذه الأشياء وهناك أحزاب أيديولوجية دينية أيديولوجية دينية لا تريد تحرير الحديدة حتى لا تصبح الحديدة نموذجا بل وستكون نموذجا غير عدن غير مارب هذه الحقيقة والذي يعلمها الجميع ناهيك عن تجار الحروب المتواجدين والذي هم مستفيدين آه وموجودين ومستفيدين من طولة امد الحرب لان ستقطع ارزاقهم وستنتهي آه يعني مصالحهم في عندما يتم تحرير آه الحديده ناهيك عن هناك آه لم يكون آه يوجد المسؤولين اللي هم رجال دوله حقيقيين فعلا يهمهم الهم الوطني، انا اعتقد هذا هو لا يوجد غير ذلك يعني سبب لا اعتقد ان احنا آه نعاني الأمرين يعني في اليمن والمواطن والشعب اليمني يعاني الكثير وأن يكون موقف حكومة الشرعية سلبي إحنا نقول أن موقفها ضعيف لازم يكون رد الفعل قوي بقدر الحدث بقدر المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني نعم وهذا خصوصا ملف كان الأحرى ان يكون هناك في استفاده من وجوده وايضا سرعه التعامل معه، طيب اذا ما قلنا هناك كان بديل الحل العسكري، برايك هل الحل العسكري سوف يكون متقبل اذا طلبت الحكومه الشرعيه من الامم المتحده ان اتفاق السويد لم يعد مجديا وان الحل العسكري هو الوحيد؟ طبعا لانه عندها مبررات الحكومه الشرعيه، اولا بنقض كل الاتفاقيات ولم تنفذ ما تم الاتفاق عليه ميليشيات الحوثي، هذا اكبر دليل وكافي والاختراقات التي قام بها ميليشيا الحوثي في الفتره الماضيه، هذا اكبر دليل آه ان طبعا الكل آه حكومه الشرعيه هي تريد تسعى الى السلام والكل يريد السلام لكن هذه الميليشيات لا تسعى للسلام، هي تريد سياسه الهيمنه والسيطره بالقوه على كل منافذ آه ومواقع في اليمن سواء كانت مؤسسة دولة أو مواقع عسكرية أو أماكن متنفس كامينة الحديدة لها بتزويدها بالأسلحة والعمال من قبل بعض الدول آه شيء طبيعي لكن هنا نرى بان لازم المبرر موجود لدى الحكومه انها ترفض فلماذا رفضت ميليشيات الحوثي الحضور في عام 2018 في المحادثات في شهر آه سبتمبر الماضي ولم تتخذ مجلس الامن او الامم المتحده آه اي قرار حيال ذلك فلماذا الشرعيه لم يكن وهي الطرف احنا نقول وهنا كما يصفون ان هناك طرفين طرف المفاوضه سواء اللي يتم من قبل الحوثيين من اليمن والطرف الحكومه الشرعيه فهي الطرف الاكبر والاقوى الان أن يكون لها موقف حاسم بهذا الجانب وطالما هي لم تأتي بهذا إلا من خيار من الخيار الوطني الحقيقي وموقف موقف الشعب اليمني أيضا اتجاه ذلك باعتقادك هل نقول الجانب الحكومي يتخوف من عواقب ما قد تطاله اذا ما حاول انه يكون هناك حسم عسكري ويخبر الامم المتحده بانه لم يعد طرفا في اتفاق السويد اقول لكم طبعا يراهن الحوثي ويحاول تبرير تلك المواقف بارتفاع الفاتوره الانسانيه ولذلك كان يلتقي الحوثيين في البيوت وفي أوساط المدنيين في مدينة الحديدة ولكن كان تدرك القوات الوطنية ذلك وهذا ما سبب كان من أحد أسباب التأخير الحسم العسكري في مدينة الحديدة هو أن القوات اليمنية تتعامل من منطلق المسؤولية ورجال دولة بأنهم لا يريدون خسائر ورفع فاتورة إنسانية أو ضح حياه في المواطنين، ولنعلم جميعا حتى في المناطق التي تم السيطره عليها ابتداء من المخا وإنتهاءً وصولا الى مدينه الحديده، هذه المناطق كلها تنعم بالخير وأحس وحسوا فعلا بايجاد دوله حقيقيه ناهيك عن الميليشيات عندما تسيطر على اي منطقه لا لا يوجد الحس الوطني او الشعور بالمسؤوليه والاهتمام بالوطن ولكن هم يحاولون يتمترسون خلف المدنيين لرفع الفاتوره الإنسانيه ولكن كانت القوات اليمنيه حاصرت مدينه الحديده وكل المداخل من تزويد الحوثيين ب بعدد من ميليشياتهم ضيقت الخناق على ميليشيات الحوثي وكان قدامهم أحد الخيارين يا إما الإنتحار أو التسليم يعني حقيقه في الميناء الحديده ولكن الآن آه كسبوا مع طول الوقت والفترة بانتشار قواتهم تزويد الأعداد هذه والارتفاع وهم يحاولون يوهمون المجتمع الدولي بأن الفاتورة الإنسانية سترتفع وإن الضحايا وإن هناك وهناك ولكن أنا أؤكد لك كل التأكيد بأن المقاومة, المقاومة اليمنية تدرك ذلك تماما وحريصة كل الحرص على أرواح المواطنين في مدينة نعم. الحديدة نعم، العضو اللجنة الدائمة الدكتور جمال الحميري، شكرا لك، وكنت أيضا شكرا. أشكر رضيفي عبر الهاتف المحلل السياسي ثابت الأحمدي، وأشكركم أيضا مشاهدينا الأكارم على حسن المتابعة وحتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن عنايته.